ليكيب اللي كنلعبوا كل 72 ساعه كنلعبوا ماتش. فكنظن بانه ديجا حنا حاطين خصنا نهضروا على لي سيركونستانس اللي قبل من الماتش. ديجا حنا حاطين دي ليسونس ديالنا وكنتسناهم ديال دي جوور اللي ريكريتيناهم ما خديناش لي ليسونس ديالهم باقي كنتسناهم. فالليفيكتيف عندنا ريدوي ومالغري هادشي فقمنا بمقابله كبيره على الاقل نستاهلوا تعادوا. باش نكون صريح اليوم كنستاهلوا تعادوا لان المحاولات اللي تحت لينا كنا نسجلوا بها اهداف. ما غنهضرش على التحكيم ما نقدرش نهضر على التحكيم لانه خاصنا الا بغينا نزيدوا كيف قلنا في الشامبيونه ديالنا مزيان خاصنا نراجعوا بزاف ديال الامور. انا ما نهضرش اليوم على التحكيم ولكن كنقول بانه كانوا حالات يقدر يرجع اليوم الفار. فلهذا كنشكر اللاعبين ديال المقابله اللي قاموا بها قويه. ما نساوش بان لعبنا ضد شامبيون دافريك وضد واحد من لي فافوري باش يدي لو تيتر الوداد هادي باش ما نكذبوش. وداد رجاء فار هادو توب فور ديال ولا توب تري ديال الشامبيون اللي غيقول الكلمه ديالو. حنا عارفين هادشي ولكن كيف ما قلتها وغنعاود نقولها مي كيكونوا دي ماتش اللي كنكونوا فيهم او توب خاصني تعطى حقنا. اليوم كنظن بان اليوم كنا على الاخر نخرجوا بتعادل. كيف قلت كان جوفيليسيت لي جوور لان لعبنا دابا تقريبا 5 ماتش لعبناهم في 2 جوور ولا 3 جوور في حين ان كاينين فرق اللي استفدت بربع ايام 5 ايام ديال الراحه. حنا 2 جوور كنلعبوا ماتش باقا كتنتظرنا مقابله صعيبه ضد فريق اسفي. كنتمنوا كيف قلت لي ليسونس اللي كنتسناهم ولا لي جوور اللي هنا ناخذوا لي ليسونس ديالو باش نقدروا لولادنا ان افكتيف اللي هو ريش واللي نقدروا مانيبيوليو الفرقه ديالنا كيف ما بغات. لان اليوم راه شفتو يوتيليزينا تراوري كوم اكسونتري غوش اللي ما كيلعبش اكسونتري غوش في حين ان ما عندناش دي بوست لان دي بوست حنا كنتسناو بانهم يفاليديو لينا ما عندناش لي دوبلور ديالهم. كنشكر اللاعبين كنشكر الرئيس كنشكر كلشي الناس ديال السوالم لان كتقوم تضحيات كبيره. اليوم كنظن بانه اللاعبين ديالي انا عاود نقول قدموا مقابله في المستوى الكبير ضد فريق اللي هو كيتعتبر شامبيون دافريك. فما نساوش السوالم ضد الوداد اللي هي شامبيون دافريك قدموا مقابله اللي في المستوى الكبير. و كنظن بانه لي زوكاز اللي جاونا كون سجلنا غير وحده منهم كان الماتش غيكون اوترومون ما غيكونش بحال هكا. فلهذا وكنهني فريق الوداد على الانتصار ديالو. كنتمنى ليه حظ وافير في الشامبيونه وفي بقيه المقابلات ديالو لا على المستوى الافريقي لا على المستوى ديال لي كومبيتيسيون اللي كيلعب. وكنتمنى حظ وافير لينا حتى حنا. كنتمنى بانه نتجاوزوا هذه الكبوه ديال فريق الوداد لان كتنتظرنا مقابله صعيبه ضد اسفي وماتش بياس ضد طنجه نهار السبت. احنا قلنا لعبنا الاثنين الحد مع تطوان لعبنا الخميس مع قادير لعبنا الحد اليوم مع الوداد غنلعبوا الاربعاء مع اسفي وغنلعبوا السبت مع تطوان وحنا عندنا 15 لاعب. انا نخلي لكم الراي نتوما تقولوا لي لانه باش تلعب بهاد لا فريكونس وبهاد لو ريتم راه خاص يكون عندك ان افيكتيف ريش لان ما تقدرش لي جوور بارفو كتيوتيليزيو هاد الماتش يلفو لي روبوزي الماتش الاخر. حنا ما كنروبوزيونش كنحاولوا نلعبوا على لي موين دو ليكيب اللي هما قلال عندنا بارابول الفرق الاخرين. اما عندنا لا نورماتيك ما عندنا والو عندنا التلج كنديروه كنحاولوا نقلبوا على فريسور الوليدات. وحتى الوليدات اللي عندنا تبارك الله عندهم اون بونيجيان دو في سا فوا سور لو تيران راه كنتي لعبنا بان ريتم فينومينال نهار الحد واليوم راه نونسيني ان ماتش اللي هو ريتم مع فريق الوداد. فكنتمنى كيف ما قلت حظ وافير لفريق الوداد. كنتمنى ان شاء الله باذن الله نتجاوزوا هذا الكبور وزو النتائج باش نقدروا لان كيف ما قلنا البروجي ديالنا هو ضمان المانتيان بوغ لانستو عندنا 20 بوان إل نو غيست واحد 15 بوان باش نديروا المانتيان. فغتكون صعيبه لان كنعرفوا الشامبيون بحدا غدا وهي كتصعب. حنا عرفنا كاين توقف قلناه بانه غيفيد واحد الفروق حنا ما غيفيدناش لان حنايا كنظن بانه التوقف اللي دار ديال الشامبيون والتكورسات من بعد فكنظن ماشي في الصالح ديالنا. كانت شكرا الاخوان وكنتمنى كيف قلت لنا نهار درنا لا كومبوزيسيون ديال ليكيب ونوطي بوغ لا بوليفالونس قلبنا على دي جوار اللي يقدروا يوتيليزيو في لي كومبارتيمون كاملين. المثل اليوم كنشوفوا ديفونسور راه كنشوفوا ميليو تيران كنشوفوا الاداء ديالو. اليوم ستو تراوري ميليو ديفونسيف اللي يوتيليزنا اكسونتري ستو سيلا اللي كيلعب اكسونتري غوث يوتيليزيناه كوم اتاكون دو بوانت ويل في لو نيسيسير. فكنظن بانه حنا نهار كومبوزينا ليكيب كومبوزينا على اساس تكون عندنا اون ايكيب اوموزين اي بوليفالونت باش نقدروا نسيروا بها. وكيف قلتي ف مين غيكونوا عندنا دي بوست اللي هما الخصاص اللي عندنا وهذوك لي بوست اللي تكلفوا لنا فكنظن بانه نقدروا نقولوا بانه السوالم تقدر تضمن البقاء ديالها لانه غيكون عندنا بزاف ديال الاختيارات وغيكون عندنا ان بلون دو جو اللي هو فاريان بزاف ديال نقدروا نستعملوا فيه بزاف ديال سي زكريا تكلمتي مع الحال انا ما قلت لك والو كاين الفار ارجع شوف لانه كاينين حالات اللي هما باينين ما غنجبدهمش ولكن او موان غير ارجع شوف لانه باش شويه ديال
شويه ديال التكافؤ الفرص تكون عندنا صافي، ما طلبناش شي حاجه اللي هي كثيره. حنا الوداد في غنى على هذا الشيء كامل، لانه كاين شي واحد كيشكك في القدرات ديال الواك ولا ديال الرجاء ولا ديال لي فار، ودا راه انيفيكتيف لان تبارك الله ديال الوداد ولا ديال الرجاء ولا ديال راه ينافسوا فيه في لا تشامبيونز ليغ ويكونوا بارمي لي ميور افيكتيف اللي كاينين او نيفو افريكان. دابا لا قارنتي ديال الاهلي وديال الزمالك ديال الرجاء وديال الوداد وديال لي فار احسن منه لا كاليتي اللي انتم، راه ما عندناش حنا، ولكن حنا عندنا اون فامي، عندنا ان جروب اون ترافاي، و لو ترافاي اللي كنديروا راه كنديروا اي ريفيزيو، لانه بحد الساعه ما عندناش تيرهب. La plupart des les entraînements les kandirom c'est juste pour garder la fraîcheur. Là, non, mais quand tu as deux matchs, tu vas travailler tactiquement, tu vas travailler les balles arrêtées, tu as un effectif de 15 joueurs. Il faut minimiser les dégâts, parce que minimiser, il faut que tu aies le doute, tu ne le dis pas.